السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا مس؟ اليوم بإذن الله بدنا نبلش بدرس جديد، حل نظام مكون من معادلتين خطيتين بالتعويض. إحنا خدنا درس حل نظام مكون من معادلتين خطيتين عن طريق الرسم البياني، قلنا إذا تقاطعوا الخطين بيكون عندي هاي نقطة الحل. اليوم بدي أشوف إيش هي النقطة، إيش قيمة سين وصاد اللي بتزبط بتحقق المعادلتين. بدي أطلع أنا، مش كنا إحنا نشوف نقطة إذا بتحقق أو لا، هلأ العملية عكسية، أنا بدي أطلع هاي النقطة اللي بتحقق هاي المعادلتين عن طريق التعويض. كيف عن طريق التعويض؟ أول خطوة هون بشوف مين أسهل، أجعل سين ولا صاد موضوع القانون، هاي المعادلة الأولى وهي المعادلة الثانية، بختار أي معادلة من المعادلتين، يا الأولى يا الثانية. خليني أختار سين، خليني أخذ المعادلة الثانية، نجعل سين موضوعاً للقانون. هلأ بدي أنا أخلي سين موضوع للقانون لأنها أسهل، إلكم حرية الاختيار تخلوا سين أو صاد موضوع للقانون. طبعاً هاي هالمعادلة من المعادلة سين زائد 4 صاد يساوي 11. هلأ بدي أخليها سين موضوع القانون، بصير سين تساوي 11 ناقص 4 صاد، إذن هاي قيمة سين. هون أنا نقلتها وصارت قيمة سين. هلأ كلمة التعويض، بأخذ المعادلة الأولى، نأخذ المعادلة رقم 1. طبعا هون احنا اشتغلنا على المعادلة رقم 2. هلأ المعادلة رقم 1 اللي هي 4 صاد ناقص 5 سين يساوي 41، نعوض قيمة سين. هلأ هاي عندي، ايش قيمة سين صارت عندي؟ هيها قيمة سين بدلالة صاد، اذا بحكي 4 صاد ناقص 5، بحط مكان سين المعادلة اللي هي 11 ناقص 4 صاد يساوي 41. ليش عملت هاي الخطوة؟ عشان أخلي المتغيرات جميعها صاد وأوجد قيمة صاد، عشان أخلي المتغيرات كلها صاد. هلأ 4 صاد، لا ننسى إنه سالب 5 بوزعها على العدد الأول وعلى العدد الثاني، سالب 5 ضرب 11 سالب 55، سالب 5 ضرب سالب 4 موجب 5 ضرب 4 20 صاد يساوي 41. طيب هلأ بجمع صادات، 4 صاد 20 صاد 24 صاد ناقص إيش صار عندي؟ ناقص هون ضرب 5 اللي هي 55، إيش كتبنا إحنا هون؟ 55 55 يساوي 41. بحل المعادلة عشان أطلع قيمة صاد، زائد 55 زائد 55، 24 صاد يساوي 55 وزائد 41، عندي هون 90، 90 6 90، بقسم على 24 بقسم على 24 عشان أطلع قيمة صاد، هون صاد تساوي 4. أنا هون بكون طلعت قيمة صاد للمعادلتين. هلأ نجد قيمة سين. طيب إيش عندي سين؟ حكينا طلعناها من المعادلة، من المعادلة هاي صارت اسمها معادلة رقم 3، من 3. هلا سين تساوي 11 ناقص 4 صاد، بعوض مكان صاد، سين تساوي 11 ناقص 4 ضرب 4، 4 ضرب 4 16، 11 ناقص 16 وتساوي قيمة سين، 11 ناقص 16 يساوي سالب 5، إذا سين تساوي سالب 5. إذا إيش مجموعة الحل عندي أنا؟ مجموعة الحل صاد سين سالب 5 وصاد يساوي اللي هون سين وصاد، هون بتصير عندي سالب 5 و4، إذا مجموعة الحل سالب 5 و4.
بتمنى تحضر الفيديو أكثر من مرة يا مس، لا تتعودوا على طريقة الحل وتحلوا وتتحققوا معاكم واجب التحقق، هل النقطة سالب 5-4 بتحقق هدول المعادلتين أم لا؟ يعطيكم العافية.